أما خدمتي خدمة عامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم مع الدرس 92 من دروس المحادثة التركية العربية اليومية تركشا أرابشا جندل كونش مالر. نحن الآن مع مشهد فيه صاحبنا عزيز يذهب إلى دار لرعاية الأيتام، يوزع عليهم الهدايا ويتطوع هناك كي يعلمهم الرقص الشعبي أو الدبكة أو هكذا. هيا بنا نحضر المشهد ثم نعيد دراسته معا. Çok güzel. Sen ne oldun? Mersi. Sen de al, ben geliyorum. Maşallah, maşallah. Valla maşallah, maşallah. Yani Nesil Müdür Bey öyle büyüyorlar ki yani. Bana yüz etmemenin imkanı yok. Efendim ben Aziz Kekli kendim Malatya'da bizzat bu tür bu yaştaki çocuklarla yani hala eğitmenliği yani folklor hocalığı yapıyorum. Ha, ne güzel, ne güzel. بعد أن انتهى هذا المشهد نبدأ الآن بدراسة نصه. الآن عندنا عزيز يقدم الهدايا للأطفال، يقول لهم ألبكايم خذ خذ لأشوف ألبكايم خذ. ثم يقول بنو استيورسون بنو مو استيورسون بنو استيورسون تريد هذا بنو مو استيورسون أتريد هذا أل ساندا خذ أنت أيضا أل خذ سان أنت دا أيضا خذ أيضا أنت أو خذ أنت أيضا نعم. ثم يقول ساندا بنو آل أنت أيضا خذ هذا بنو آل خذ هذا ساندا بنو آل أنت أيضا خذ هذا. الآن الأطفال يختطفون الهدايا من دون انتظار فيقول در بان وريم أولم در أولم قف يا ولدي انتظر يا ولدي بان وريم لأعطيك أنا انتظر أنا أعطيك. ثم يقول همن ألمين أولان يعني يا هؤلاء لا تأخذوا فورا همن فورا ألمين لا تأخذوا فورا يعني من دون أن أعطيكم. ثم يقول آل ساندا بنو آل آل خذ ساندا أنت أيضا بنو آل أنت أيضا خذ هذا. ثم يقول آفرين ساندا بنو آل حسنا ما فعلت أو حسن ما فعلت آفرين بالعربية أيضا نقول له عفرين أو هكذا. ماذا نقول أيضا بدل عفر بالعربية؟ أحسنت أحسنت حسنا ما فعلت ساندا بنو آل أنت أيضا خذ هذا ساندا أنت أيضا بنو لهذا آل خذ. ثم يقول شوك جزال جميل جدا. لأن يقول لصديقه أرسين سان ضغط بان جاليورم أرسين أنت وزع أنا قادم سان ضغط أنت وزع الألعاب يعني بان جاليورم أنا قادم يعني سيذهب لحل شيء ثم يعود أنت وزع وأنا قادم أنا قادم سأعود بعد قليل. ثم يقول يتحدث مع المدير يقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ثم يقول الآن يتحدث مع المدير أم يتحدث مع أحد آخر أولان ما شاء الله ها ما شاء الله نعم أظن يتحدث مع الطلاب أو هكذا. نكمل المهم لأن كلمة أولان لا تقال للمدير يا هذا لا نقولها للمدير نقول أستاذ أفندم هوجام وهكذا لا نقوله أولان. نعم يقول يني نسل مدير بي أويلا بيورلر كي يعني يعني يقول للمدير أيها السيد المدير الآن يقول للمدير مدير بي ولا يقولها أولان أيوة يني نسل نعم يني نسل النسل الجديد أويلا بيورلر كي أويلا بيورلر بيورلر يكبرون أويلا هكذا يكبرون كي لدرجة أنهم أويلا بيورلر كي يعني هذا النسل الجديد يكبر بسرعة إلى درجة أنه onları ayırt etmenin imkanı yok. Onları ayırt etmek. Onları ayırt etmek temyizu hâza. Temyizuhum yani temyizu numuhem imkanı yok. La yumkinu. Yeni nesil müdür bey öyle büyüyorlar ki. الآن öyle gez keza keza ki. Öyle güzel ki, öyle konuşuyor ki, öyle yapıyor ki. يعني يفعل هذا بشكل جميل جدا أو يفعل هذا لدرجة أنه فتكون الجملة تكملة أويل بيورلر كي يكبرون لدرجة أنهم يعني onları ayırt etmenin imkanı yok imkanı yok لا تستطيع أو من المستحيل onları ayırt etmen
أن تميزهم، يعني أن تلحظ كبرهم. متى كبر هكذا بسرعة؟ يعني تنظر هكذا فتصبح فتراه أصبح بطولك أو هكذا. ثم يكمل ويقول: أفندم بان عزيز كيكليك، سيدي أنا عزيز كيكليك، اسمي عزيز كيكليك. ثم يقول كان ديم، يعني نفسي بذاتي أنا، ملاطيا دا، في ملاطيا بالذات بوتر bu yaştaki çocuklarla, yani halay eğitmenliği, yani folklor hocalığı, hocalığı هنا يوجد ال زياده hocalığı yapıyorum. Yani يقول انا امارس، يعني انا بنفسي ادرس الطلاب في هذا العمر الدبكه، يعني الفولكلور، يعني هو مدرس للفولكلور الشعبي في المدرسه. يقول كانديم، يعني نفسي، ملاطيا ده، في ملاطيا بالذات، يعني بنفسي انا بالذات، بالعربي نقول بالذات، أنا بالذات، كانديم بالذات. كانديم وبالذات نفس المعنى، نستطيع أن نستخدمها معا. يعني كأنه يقول كانديم بالذات ملاطيا دا، في ملاطيا أو ملاطيا بوتر هذا النوع بوياشتاكي تشوجوك لا مع الأصدقاء بوياشتاكي الذين هم في هذا العمر، ياش عمر، بوياشتا في هذا العمر، بوياشتاكي الذين هم في هذا العمر، تشوجوك لا مع الأولاد، يعني هلاي ايتمن لي تدريس الدبكة، هلاي الدبكة، طبعا كل منطقة لها دبكة خاصة بها، ايتمن لك التعليم التدريس، يعني فولكلور هوجالو، أي تدريس الفولكلور، الفولكلور يعني الأمور الشعبية وهكذا، يبيورم أمارسه، يعني أنا بنفسي أدرس الطلاب الذين هم في هذا العمر الدبكة أي الفولكلور. الآن يقول المدير نيجوزال نيجوزال، ما أجمل هذا، ما أجمل هذا، أو يلا الجمال يلا الجمال يلا الروعة يلا الروعة. ثم يقول صاولون شوك تشكر درم، شكرا لكم، شكرا جزيلا. صاغ كلمة عربية أظن، صاغ يصوغ، هو صاغ، لا تركية، ربما تركية مع عربية، استخدم بالعربية وبالتركية، بالعربية صاغ يصوغ يعني شكل يشكل لوش تردو، بالتركية أو شكل فيردي، بالعربية التركية صاغ يعني سليم. فيقول صاول كونوا بصحة جيدة، كونوا سليمين، معناها شكرا. صاول شك تشكر ادرم، أشكركم جزيلا. الكلمتين تحملان نفس المعنى، صاول تشكر ادرم نفس المعنى، لكن تشكر ادرم استخدامها فيه شكر أكبر، صاول شكرا عادي، تشكر ادرم يعني أكثر من صاول، شكر يعني صاول زائد صاول يساوي تشكر ادرم، يمكن أن نقول هكذا. نعم. ثم يكمل العزيز يقول بنو بيرتر أم هزمتي ديابيليرز، يعني بنو لهذا الشيء، بيرتر بشكل من الأشكال، أم هزمتي خدمة عامة، ديابيليرز يعني يمكن أن نقول أن هذا خدمة عامة. في الحلقة القادمة سنجد كل المرادفات معنا ببلاش مجانا، هذه الكلمة كل مرادفاتها سنجدها في الدرس القادم. الآن نص هذا الحوار انتهى، نرجع لمشاهده مرة ثانية. Dur ben vereyim oğlum, hemen almayın lan. Al sen de bunu al. Aferin. Sen de bunu al. Çok güzel. Sen de aldın. Mersi. Sen de al, ben geliyorum. Maşallah. Maşallah. Oğlum maşallah, maşallah. Yani nesil müdür bey öyle büyüyorlar ki yani. Bana yüzletmemenin imkanı yok. Efendim ben Aziz Kekli kendim Malatya'da bizzat bu tür bu yaştaki çocuklarla yani. Hala eğitmenliği, yani folklor hocalığı yapıyorum. Ha, ne güzel, ne güzel. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bunu bitir, amma hizmeti diyebiliriz yani. بعد أن حضرنا هذا الحوار للمرة الثانية أذكركم لا تنسوا أن تكتبوا نصه على الدفتر وأن تقرؤوه مرة مرتين ثلاثة عشر عشرين ثلاثين بصوت عالي جدا حتى تتعودوا على نطقه وتستطيعوا أن تستخدمونه أن تستخدموه في حياتكم اليومية وأن تنسجوا على منوال هذه الجمل مئات الجمل وآلاف الجمل. ولا تبخلوا علينا بنصائحكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم البناءة على العناوين
الموجودة في مربع الوصف. ولا ننسى أن نجدد شكرنا للمنتسبين إلى هذه القناة الداعمين لها دعما قويا أو متوسطا أو ضعيفا، فبجهودنا معا يستمر هذا العمل ويزدهر ويثمر. دامت البسمة متراخصة على شفاهكم، والفرحة والسعادة والسرور مليئين لقلوبكم، ودمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب فيه اللقاء.